راديو دبنجا يقدم جبل الدغينة. جبل الدغينة تأليف ربيع يوسف، تمثيل نصر الدين عبد الله، محمد أحمد الشاعر، معتصم الجبور، غدير مرغني، عايدة أحمد، منال عبد الله. موسيقى شريف مصطفى الشيخ. جبل الدغينة إخراج ربيع يوسف الحسن. سمعنا في الحلقة السابقة. أنا ما زعلان منك يا متمسح، أنت أخوي وعارفك قلبك أبيض. فاكر يا بتول جايين شبه وشكله معاه ناس تانيين حبابه وحباب ضيوفه. قوتك يا باغر مع شبه معها هاي. والله يا مريم كلام شب سميح وفيه خير كثير. صحيح والله يا أخي، أخير ليك وخير لي تسمو أفكارنا تروح الدغايل. بحدي موافقتك متمسع عليه صح وقاسم شرايو. حبابك حبابك، مرحب مرحب حباب، كان تفضلا. كيفك تكرم إن شاء الله حبيبتي، كيف انتوا عائلتكم طيبين؟ الحمد لله. ما عرفتك بسعاد ضيفتنا جايينك في موضوع هام. حبابك وحباب سعاد ان شاء الله باذن الله مركم مقضي ان شاء الله. انت سيد بيت يا اختي، تفضلي سعاد دي لاجي ولا دي لك. انا عافيه اسلم عليك. تسلمي براحتك، خذي راحتك. عافيه عافيه والله. يا عافيه والله، شكلها زوله طيبه كدي. صدقتي والله مريم طيبه وكريمه. انت اخوي ايه كلام الحكومة ما بيسوي البير والمدارس وبعد ما طالبنا جبته من وين؟ من الجبل. الناس هناك تغلي وفايرة، قالوا وقت فات الشهر من رجوع الوفد وما في جديد في الحلال يبقى الناس تشوف لها صرفة. انت القايد الحجة المتمسح مو كدي؟ عليك امان الله، كل زول يحرص في الثاني. اها بيقوا عليه شنو؟ ما وصلوا لراي واحد. قايتو انا سمعت انه في اجتماع في النقعة. انا برضو سمعت باجتماع النقعة. خلاص اتفقنا عليه راي واحد، بنجبر الحكومة تنفذ مطالبنا. اي صح. اخوانا شبو ده بيننا فوق والله ما بعرفه، ما بعرفه، خلوه بعد يجي بعد ذاك بلا ساعه. خلاص هذا جاي علينا. ان شاء الله طلبت قعدتها دي خير يا شبو. كله خير يا المر. حبابة انا طلبتكم عشان نقول لكم عشان ضيف جاني البارح. الضيف اللي كان معك البارح انت وباغر؟ ايوه يا قاسم. هو ضيف ما من حلالنا. ما من حلالنا؟ نعم. عرف بقوتنا مع باغر ومشى ليه عشان يجي معاه ويقدموا لنا. والضيف عشان شنو اللي عندنا؟ ايه عشان شنو؟ الضيف جاي المتمسح جودية عفو. ده كلام شنو يا شبو؟ الرجل عشمان نعفي قاتل الحسين من القصاص. عفو تكمل. انا مجلسكم ده ما لازمنا اخواننا، ما لازمني. سوقني معاك يا قاسم. قاسم المتمسح اصبروا، خلونا نعرف الحكايه شنو. حكاية شنو دارين نسمع أخوي؟ حكاية الضيف اللي بيعرف حسين الله يرحمه ولا بيعرفنا ولا بيعرف الكاتن، ورغم عن ذلك جانا عشمان نقرمه. ها؟ مو وقت لا بيعرف حسين ولا بيعرف الكاتن ولا بيعرف ده ولا بيعرف ده، شو دخلوا في الحكاية؟ الراجل قال هو فردي من مباحث. فردي من المباحث. باحث. وكان مكلف بمراقبة الكاتن بعد شكوا فيه. أخوانا هاي بتاعنا المباحث بيقوا سوي جودية. أسمع عليك النبي. أدمور. أصبروا يا قاسم، خلينا نعرف الحكاية. كمل يا شباب. كمل شنو أخوانا؟ قال في مراقبته عرف إن الكاتن ما كان قاصد يقتل حسين الله يرحمه. الله 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 الله. أسمع هوي. أسمعوا هوي يا أخوانا هوي. قاصد ما قاصد نحن ما عندنا عفو. أيه ما عندنا عفو. بس تكلمنا في النهاية بس. ما تكلمنا.
اشكر على الله. استغفر الله. لا حول ولا قوة الا بالله. بس يا شعاب انا عايشكم من وقت ولادتك الصغار دي. انا بخبز خبايز بوديها السوق. وولدي الكبير مصر يخلي المدرسة ويشتغل اي شغل. اكر عليها سعاد، ما تكوني خليتي يمرب من المدرسة يا سعاد. ما خليته لكن هو مصير. حول ولا قوة الا بالله. معليش مش يدوي اقدر يا اختي، وان شاء الله ما يحصل الا خير باذن الله. ان شاء الله. هيا اخوانا عاملين لكم اخش لاجي واجيك الراجعة. ليش اخذي راحتك، اخذي راحتك يا مريم يا اختي، وربنا يجبر بخاطرك دنيا واخره ان شاء الله. والله ما عارفه اقول شنو، انتوا ناس كريمين خلاص، ربنا يخليكم. ما تقوليش يا سعاد، ما تقوليش يا اختي، بس اتقوي واصبري عشان ولادك ديل. اي والله المهم تتصبري بس انت دي، اجي على طولك على ولاداتك يا سعاد وطمنيهم. اها يا اخواني ما كوني تاخرت عليكن. حاشاكي يا مريم من التاخير يا اختي، الا تاخرت انا على باغر وانت عارفه. اسمحوا لي نمشي عشان بكره نقدر نجيكم بدري مع رجال الجوديه. تشرفوا في اي وقت. شرف الله مغاني. هاي هاكي تيجي معاك الحاجات دي، معاك الحاجات دي لاولاداتي. والله ما في داعي يا اختي. ليش ما تقولي شيء، ما تقولي كلام يا سعاد. هو امسكي من مريم، امسكي يا مريم، امسكي. سامح. شكرا، الله يديك العافيه. تسلمي حبيبتي. يا رح يا المتمسح، ما بنقدر نطرد ضيوفا عندنا. يا المر ما تقولني انا كلام ما قلته. أنا ما قلت أن أطردني المر، قلت تمام نقعد معاهم ولا بنسمع منهم. وصلت كيف إنه؟ والله شبو يا أخوانا ما يجي منه إلا الناضي مني. شبو ما عنده دخل في الحكاية، ناس قالوا له دارين نجيكم، يقولوا ما تجوا، الشينا منكورة يا المتمسح. والله ما قصر مريم وعافية. أي والله إن شاء الله. والله العظيم والله ان شفته يا باغر ما خلى ليش سعاد دي شيء ما شيل لنا ليها. الدقيق السكر الزيت وفوق له كدي حلفت مريم اكان تديها القروش دي للشيله. الله يلين قلب المتمسح وقاسم كمان يا رب. والله ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله ان الله وفقنا في الجوديه يا باكر. يفضل لينا امر الجبل. كنتم مع أنور حسن، عباس اللبيب، مصطفى عبد الشكور، سلمى عبد الله، محمد البحر، ميسر حسن بخيت، مزدلف الحاج، عادل حسن مالك، وعاطف محجوب البحر. تسجيل ومونتاج ياسر محمد الشيخ. جبل الدغينة، تأليف وإخراج ربيع يوسف الحسن.